انفجار غامض وهائل في نفس الوقت هز الأراضي الإيرانية مساء يوم أمس. هذا الانفجار طبعا هو جاء في الساعة 4 مساء بحسب ما ثبتته المصادر، وكالة مهر نيوز، الوكالات الإيرانية، وكالة رويترز، كلها أكدت هذا الانفجار الذي جاء في داخل مدينة أصفهان المهمة للغاية والتي تأتي وسط إيران. هذا الانفجار قد ضرب واستهدف بشكل مباشر محطة للطاقة الكهربائية يطلق عليها محطة شهيد عباس بور في حي مهم موجود في أصفهان ومنطقة مهمة ألا وهي الدورتشة. وبالتالي هذه المحطة للطاقة الكهربائية أساسا، ولكي نعرف بأن هنالك 5 وحدات للطاقة فيها، هي تنتج 830 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وبأن الاستهداف والضربة الكبيرة التي جاءت والانفجار جاء في نقطة للتبريد أو وحدة للتبريد مرتبطة بوحدة للطاقة تنتج ما يقارب 320 ميجا وات. وعلى هذا الأساس كان هنالك ضررا كبيرا. السلطات الإيرانية تحدثت بأنها لا تعلم وأن هنالك تحقيقات في هذه المسألة، ما السبب؟ هل هو حادث؟ هل هو هجوم؟ لا أحد يعرف شيئا، ودائما ما تنتهي هذه الأمور عند هذا الحد ولا تسمع أي نتيجة. بالإضافة إلى ذلك بأن أيضا كانت هنالك ما يقارب 20 سيارة للإطفاء اشتركت في عملية إطفاء هذه النيران الكبيرة. لم يكن هنالك قتلى، لم يكن هنالك جرحى، ولكن أضرار مادية كبيرة سنلقي نظرة عليها الآن. المشكلة الأساسية بأن هنالك تقارير تتحدث بأن الانفجار لم يكن حادثا بل كان بهجوم بطائرة مسيرة هي التي حققت هذا الاستهداف على هذه المحطة تحديدا. على سبيل المثال، حسابات مهمة للغاية ومختصة في الداخل الإيراني مثل حساب ألف الذي يمتلك مصدرا في داخل إيران تحدث وبشكل حصري له كما نشر بهذه الطريقة يوم أمس بأن الهجوم كان بطائرة مسيرة واحدة هي التي قامت بهذا الهجوم. كذلك تيرور ألارم نفس الأمر نقل هذه المسألة وأكد بأنه هذا الهجوم كان بسبب طائرة مسيرة، وإيران انترناشنال تحدثت عن نفس القضية بل إنها قالت بأن هنالك تقارير تتحدث وغير مؤكدة طبعا قالت بأن هنالك هجمات بطائرات مسيرة هي التي قامت بهذه الضربة، وكانت هنالك لقطات قد نشرت طبعا لهذا الانفجار الذي نتحدث عنه. ستلاحظ بأن الانفجار ليس عاديا أبدا، احتراق كبير للغاية، وطبعا هذه تجعل مشكلة كبيرة جدا بأنك عندما تنظر لهذا الانفجار ستعلم بأن طائرات إن استهدفت هذه النقطة فإنها قد تكون انصهرت تماما مع هذا الانفجار الكبير الذي ترونه، أضرار كبيرة للغاية طبعا. وأخذ الأمر وقتا من الإيرانيين لكي يستطيعون من إخماد النيران التي جاءت بهذه الطريقة. ولكن دعونا نذهب إلى هذه المنطقة لنتأكد من النقطة ولنعرف ما تفاصيل هذه المنطقة أساسا التي استهدفت بهذه الطريقة. طبعا إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة بعض العلامات مع تفاصيل هذه المنطقة مع اسم المحطة بنفسها طبعا، ستلاحظ بأننا أمام أعمدة مميزة، هنا نوع من المحولة، هنا غرفة كما نلاحظ هي تظهر أمامنا، وأيضا بأننا أمام مساحة مفتوحة تأتي أمام هذه النقطة التي تعرضت لهذا الانفجار ألا وهي وحدة التبريد. أنت أمام أشجار وهذه النقطة أساسية، وأيضا هنا مبنى كبير كما نلاحظ، وبأننا نوعا ما أمام أعمدة باللون الأخضر مثل هذين العامودين 1 2 كما نلاحظ، ستساعدنا في معرفة هذه المنطقة. وبالتالي سنبحث نحن عن وحدة التبريد أو وحدات التبريد، وأمامها ساحة وأشجار وهذه الأعمدة التي تبدو باللون الأصفر، قد لا تظهر لنا باللون الأصفر طبعا ولكنها مميزة بما فيه الكفاية لكي نعرف أين جاءت. ولكن أيضا هذه الغرفة التي نراها لكي نتأكد ما هي، سنلاحظ بأنها غرفة صغيرة للمولدات عادة تأتي بهذا الشكل وهي منفصلة ومميزة للغاية. وبالتالي أصبحنا أمام علامات كافية للتأكد من هذه النقطة التي استهدفت. دعونا نتجه الآن إلى أصفهان، هذه المنطقة المهمة للغاية، ونتجه مباشرة إلى منطقة دورتشة الإيرانية. هذه هي منطقة دورتشة التي ترونها، ومباشرة إلى محطة شهيد عباس بور التي ترونها، وهذه هي المحطة، أقدم محطة موجودة في أصفهان. وبالتالي إذا ما ذهبنا لنلقي نظرة على وحدات التبريد، هذه هي وحدة من الوحدات التبريد، سنلاحظ هذه وحدة ثانية، لكن المشكلة العلامات التي نظرنا إليها هي لا تتشابه ولا تتطابق أبدا مع ما حددناه الآن. وبالتالي نتجه إلى
القسم الآخر من هذه المحطة الكبيرة والقديمة للغاية، سنلاحظ نوعا ما بأننا أمام محطة تبريد، أمامها ساحة، أمامها أشجار، لنقترب من هذه المنطقة. هل هي متطابقة؟ نعود بالتاريخ قليلا إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذه هي تقريبا الأعمدة، وهذه هي المولدة التي كانت ظاهرة أمامها، وبالتالي ننسحب قليلا طبعا بهذا الشكل ونحاول أن نتوقف، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي تحدثنا عنها. هذه هي المحولة، وأيضا ستلاحظ بأننا أمام الساحة في الأشجار، تتواجد فيها الأشجار، وهذه هي الغرفة أو منطقة المحولة أو المولدة موجودة هنا. هذا هو المبنى الكبير، وأيضا هذه المنطقة طبعا التي ضربت، وهذه الأعمدة الخضراء أو باللون الأخضر تأتي بهذا الاتجاه كما نلاحظ. بالتالي كل شيء متطابق، واضح أن المصور كان يقف في هذه المنطقة وكان يصور كل شيء، وكانت كل هذه المنطقة طبعا ظاهرة له بالتمام والكمال، ويرى كل شيء من هذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس كل شيء تأكد الآن بأن هذه المنطقة وهذه المحطة قد دمرت، هذه وحدة التبريد دمرت بالكامل، وبالتالي هي تؤثر على وحدة الطاقة الموجودة أساسا المرتبطة بها، طبعا تعطل الطاقة تماما. وعلى هذا الأساس هذه المحطة هي محطة في حقيقة الأمر موقعها مثير للغاية. موقع هذه المحطة هنا كما تحدثنا بهذا الاتجاه هي لا تبعد إلا عبارة عن 11 كيلومترا، بل حتى أقل من 11 كيلومترا من اتجاهي ومن نقطة معينة هنا مختصة في عملية صناعة الطائرات المسيرة، من طائرات شاهد 136 المفخخة أو حتى شاهد 131، منطقة قريبة للغاية 11 كيلومترا فقط. لنتجه إلى هذه النقطة لكي نتأكد منها. عندما تذهب إلى هذه المنطقة الموجودة في أصفهان فستجد نفسك أمام نقطة سبق وأن تم الحديث عنها، سبق وأن رأيناها سابقا، وهذه المنطقة وهذا المبنى الذي ترونه هو مبنى معروف للغاية، مبنى قد استهدف في نهاية شهر يناير من هذا العام بثلاث طائرات مسيرة. اتهمت طبعا إيران إسرائيل بأنها هي كانت متسببة بهذا الهجوم بهذه الطريقة كما ترون، ثلاث طائرات مسيرة من طائرات كوات كوبتر هي التي قامت بهذا الهجوم. حتى مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إسرائيل كانت خلف هذا الهجوم، وطبعا The Guardian البريطانية آنذاك بعد تقريبا أيام، بعد أسبوعين تقريبا، أكدت بأن الطائرات المسيرة تصنع في هذه النقطة، وبأن هذه الطائرات المسيرة أساسا التي تصنع في تلك المنطقة هي من النقاط التي ترسل من خلالها الطائرات المسيرة إلى روسيا، تشحن إلى روسيا ومباشرة تستخدم في الداخل الأوكراني. أي أن هذه النقطة ليست بالعادية، هي نقطة استراتيجية للغاية في صناعة الطائرات المسيرة التي تستخدم طبعا على أوكرانيا. وأكدوا آنذاك بأن آخر شحنة من الطائرات المسيرة خرجت من تلك النقطة كانت في نوفمبر من العام الماضي، وعلى ما يبدو أنها كانت تصنع عددا من الطائرات المسيرة واستهدفت بهذه الطائرات. وطبعا بشكل مثير الإيرانيون كانوا قد صوروا هذه اللقطات التي ترونها، تقرير كامل من داخل الموقع للطائرات التي دمرت. واضح بأننا أمام طائرات كوات كوبتر التي تبدو قريبة من هذا الشكل الذي ترونه، وأكدوا بأن هذا الهجوم لم يكن مؤثرا، لم يؤثر على شيء، وبأن كان النقطة والموقع محصنة من السقف وغيرها، وبالتالي لم يكن هنالك تأثيرا. وهذا ما قد يفسر الهجوم الذي جاء، بما أن هذه المحطة للكهرباء قريبة، وهي محطة يعتقد بأنها مرتبطة بهذه النقطة، وبأنهم استهدفوا الطاقة الكهربائية لكي يوقفوا عمل هذا المصنع للطائرات المسيرة. تريد أن تعطلها وأنت غير قادر على ضربها، تضرب الطاقة، وبالتالي تتعطل ويتعطل هذا المكان بهذا الشكل. وطبعا هذا أمر أشار له أيضا أحد أهم الخبراء الإيرانيين في معهد واشنطن كما ترون، في الواشنطن إنستيتيوت، الذي أكد بأنها قريبة من النقطة التي ذكرناها لكم، وهو نقطة صناعة الطائرات المسيرة، وبأنه على الأغلب وعلى الأرجح بأنها نقطة الطاقة الكهربائية أو المحطة التي توفر الكهرباء لهذا المصنع للطائرات المسيرة. وأيضا ما هو مثير في هذه القضية أن الهجوم الذي نتحدث عنه، نتحدث عن يوم أمس أي التاسع من مايو، في الثامن من مايو تحديدا
كان هنالك هجوما كبيرا للغاية بستين طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 الإيرانية المفخخة، تمكنت الدفاعات الأوكرانية طبعا من صد 35 طائرة من هذه الطائرات، ولكن بقية الطائرات كانت على ما يبدو مؤثرة للغاية على الداخل الأوكراني، استخدمتها روسيا. وطبعا فيتالي كليتشكو وهو عميد كييف قال بأن هذا هو الهجوم الأكبر الذي تعرضنا له على الأقل على العاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني منذ فبراير من العام الماضي، وها نحن أمام هجوم فجأة يأتي على نقطة لإنتاج الطائرات المسيرة، ولكن ضربت الكهرباء كما نتحدث الآن. وهذا هو ليس الهجوم الأول الذي يأتي على أصفهان أو إنها حادث عرضي مثلا جاء، لا أبدا، نحن أمام سلسلة من الهجمات. فالشهر الماضي على سبيل المثال كنا أمام هجومين، واحدة من هذه الهجمات اعترفت بها إيران بداية الشهر الماضي وكان قادما على مجمع أمير المؤمنين الذي هو يعتبر من المجمعات الخاصة المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. وأيضا كنا أمام نهاية الشهر الماضي عمليات ضرب سمعت طبعا من خلال هذا المصور الذي ترونه ويتحدث باللغة الفارسية، أيضا سمعت المضادات الجوية تعمل ضد في الأجواء طبعا بالقرب من قاعدة هافا نيروز، وقال بأن هنالك مضادات جوية تعمل، وجاءت المصادر تتحدث بهذا الشكل مثل آفا تودي على سبيل المثال بأن كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة على تلك المنطقة على تلك القاعدة الموجودة أيضا في نفس المدينة في مدينة أصفهان. وحتى وور مونيتر تحدث بأننا كنا أمام طائرات مسيرة. لاحظ نحن نتحدث عن عدد من الطائرات المسيرة عن هجمات، الآن هي عبارة عن 4 هجمات خلال هذا العام تحديدا الذي نتحدث عنه. وعلى هذا الأساس إذا ما ذهبنا لنلقي نظرة على هذه الهجمات التي ذكرناها لكم الشهر الماضي لوحده، فأنت ستلاحظ أمام هذا هو مجمع أمير المؤمنين وهذه هي قاعدة هافا نيروز، وتأتي بجانبها هنا إحدى أهم القواعد الصاروخية التي تأتي تحت الأرض، هذا هو المجمع الخاص وهذه قاعدة هافا نيروز، وهذه عبارة عن نقطة أو قاعدة تحت الأرض صاروخية كبيرة تحدثت عنها ويكي مابيا، تأتي على عمق 500 مترا تقريبا، بالتالي هذه مناطق حساسة ليست بالمناطق العادية، صناعة طائرات مسيرة، صناعة صواريخ، وبالتالي فعلا أصفهان تتعرض إلى الكثير من الهجمات والانفجارات الغامضة التي لم نعد نفرق هل هي قادمة فعلا من انفجارات أو حوادث عرضية أم هي هجمات بالطائرات المسيرة كما تتحدث هذه المصادر. المشكلة الأساسية فيما يجري في أصفهان بأن التهم تذهب إلى العراق، هذا هو أساس هذه المشكلة. على سبيل المثال الهجوم الذي جاء في 23 من يناير الذي اتهمت إسرائيل مباشرة بأنها هي التي كانت خلف هذه العملية، الإيرانيون تحدثوا ببساطة بأن الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان هي كانت السبب في إدخال قطع الطائرات المسيرة بعدما تسلمتها من جهة أجنبية لم تسمها، أدخلت هذه الطائرات المسيرة جمعت في الداخل واستخدمت طبعا على أصفهان مباشرة، وقالوا بأننا تحدثنا للحكومة العراقية ولكن الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لم تضبط هذه الأمور، وبالتالي الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم من الممكن أن يراكم المشاكل على إقليم كردستان، وإن كانت الآن التقارب وغيرها يمنع أي عمل عسكري إيراني تجاه هذه الجماعات مرة أخرى كما شهدنا في الفترات الماضية، ولكن الأمر يتراكم شيئا فشيئا وإيران لا تتحدث إلا عن إقليم كردستان. ومن جاء بهذه المعلومات التي ذكرتها لكم الآن هي نور نيوز الإيرانية بنفسها، هي التي تحدثت عن الهجوم الذي جاء في 23 طبعا من يناير كما تلاحظون هنا، في الأول من فبراير نشروا هذه المعلومات ولكن لم يقدموا أي أدلة ثابتة مما جرى طبعا، وهذا قد يبشر أو حقيقة قد يوضح لنا بأننا أمام شيء ما قادم تجاه العراق لا يتمناه أحد. المشكلة الأساسية هنا مما تفعله إسرائيل إن كانت خلف جميع هذه الهجمات كما هي تأتي الاتهامات، فإن ماكس بوت أحد أهم الخبراء الأمريكيين كان قد وضح مسألة مهمة للغاية قبل 48 ساعة، في 48 ساعة الماضية على الواشنطن بوست، تحدث ببساطة بأن هذه المنطقة تتغير، المنطقة تأخذ الولايات المتحدة تخسر هذه المنطقة شيئا فشيئا بسبب سياسات دونالد ترامب وبعدها سياسات جو بايدن
تجاه هذه المنطقة. وطبعا الأمور تأتي ضد إسرائيل، وهذا ما قد يستنفر إسرائيل للقيام بالعمليات التي نتحدث عنها على الداخل الإيراني. أصفهان تأتي إلى شمالها على مسافة 100 كيلومتر فقط، مشاتنة طنز النووية التي تخصب الآن اليورانيوم بنسبة 60%، بالتالي هو الموقع ليس عاديا الذي يستهدف طبعا في الداخل الإيراني. وتحدث طبعا ماكس بوت إلى الواشنطن بوست الأمريكية بأن مسألة التطبيع مع إسرائيل من قبل الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، هي لم تأتي من فراغ، هي جاءت بعدما جرى في عام 2019 من ضربات جاءت بالطائرات المسيرة وبالصواريخ على المملكة العربية السعودية. دونالد ترامب في حينها لم يفعل شيئا، وبدت الولايات المتحدة والقوات الأمريكية رغم تواجدها الكثيف في المنطقة وبأنها منتشرة، قواعد كثيرة في الخليج العربي، لكنها بدت وكأنها غير حاضرة، وكأنها عبارة عن زغرفة وليست موجودة أبدا ومن دون أي فعالية أو أي قرار في مواجهة مثل هذه الهجمات. ووجد ماكس بوت بأن هذه الحادثة في عام 2019 هي كانت بداية التغيير، هي التي دفعت الإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين أن يطبعوا بالعلاقات مع إسرائيل، لأنهم وجدوا بحسب تفسير ماكس بوت أن الأمريكيون الآن بدأ يضعف تواجدهم، يضعف النفوذ الأمريكي، وبأننا يجب أن نعيد ترتيب الأوراق في هذه المنطقة. أيضا في نفس الوقت تحدث بأن المملكة العربية السعودية بعد ذلك طبعا بدأت تبحث عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهذا هو ما حدث في شهر مارس طبعا عندما جاء الإعلان الكبير بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأيضا الآن قاموا بإعادة أيضا نظام بشار الأسد إلى الواجهة إلى الجامعة العربية، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبين نظام الأسد في سوريا، وبالتالي أعيد ترتيب الأوراق بالطريقة التي لا تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا هو الأمر الذي أغضب إسرائيل كثيرا. طبعا ماكس بوت تحدث بأن العلاقات جاءت بهذا الشكل وتحديدا بين السعودية وإيران، وذلك لأن إيران عندما تتقدم على المستوى النووي ومن الممكن أن تصل للقنبلة النووية بأي شكل من الأشكال، تأتي إسرائيل تضربها، فالسعودية ليست من الأهداف، ليست تحت الأهداف أو ليست جزءا من الأهداف الإيرانية، وبالتالي يا إيران اذهبي واضربي إسرائيل. وطبعا الأمور تأتي ضد إسرائيل كما تحدثنا هنا، لأن الأمور تأتي عكس ما تريد. إيران ليست مختنقة، لا تشعر بالخنق أبدا، هي ليست مضطرة على أي شيء، العقوبات لم تعد تؤثر عليها، وبأن إسرائيل بدأت ترى بأن إيران متوجهة إلى القنبلة النووية. وماكس بوت وجد بأن سبب وأهم سبب لوجود الولايات المتحدة الأمريكية هنا في الشرق الأوسط عن طريق خبراء نقل هذه المعلومات، أكد بأن وجودنا هي أساسا لمحاربة الإرهاب إن كان في العراق إن كان في سوريا، أيضا وجودنا هي للبقاء بالقرب من مصادر الطاقة ونحن ناجحون في هذين الخيارين وفي هذا الكلام، ولكن أيضا وجودنا هي لمنع هذه المنطقة من أن تتحول إلى منطقة نووية، وهذا ما أخفقنا به كأمريكيين حتى هذه اللحظة. بالتالي إيران قريبة جدا من الوصول للقنبلة النووية، الأمر الذي قد يدفع بسرعة، والسعودية واضحة سنصل أيضا للقنبلة النووية كما تحدثت المملكة العربية السعودية في أكثر من موقف، تركيا تذهب للقنبلة النووية، وهنا أنت أمام منطقة نووية وهو عكس تماما ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يفسر الكثير من عمليات الشحن والضربات التي تأتي على الداخل الإيراني على مدينة أصفهان. نلاحظ بأننا نتحدث هجمتين من الشهر الماضي، وطبعا نتحدث عن انفجار في محطة للطاقة الكهربائية قريبة من نقطة لصناعة الطائرات المسيرة، وفي مارس كان هنالك عودة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، يوضح الانزعاج الإسرائيلي واستعجالهم في الدخول في ضرب هذه النقاط تحديدا، وقد تتصاعد بشكل أكبر في الفترة